بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن سنن الفطرة. 凭博慈恒慈的安拉，今天我们学习新的一个课程。نعم. تقليم الأظافر، قص الأظافر. نعم. 比如剪短指甲。وإعفاء اللحية، ترك اللحية. 留长留下唇的胡须。وقص الشارب عندما ينزل على الشفتين. 剪短上唇的胡须。وحلق العانة يعني حلق الشعر الذي حول الفرج. 把私处的阴毛刮掉。ونتف الإبط. 拔掉腋下的腋毛。يعني بالنسبة لتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط.هذه لا تترك أكثر من 40 يوم، يحرم أن يتركها أكثر من 40 يوم. نعم. دون إزالتها. 剪指甲、刮阴毛，这个拔腋毛不要超过40天，也就是40天之内就应该做一次。لكن قبل هذا متى طالت يزيلها ولا بد. 如果在40天之内觉得长了，那就应该去清洁干净。نعم.أيضا الختان. هاي هو ذي لا بو بي. فهو واجب على الرجال. 对于男子都是必须的. سنة في حق المرأة إن احتاجت له. 对于女子如果有需要也应该做. نعم. إذن هذا مهم لأن كثير من الناس لا يعرف هذه المسائل.حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. نعم. 对于这些盛行有很多人并不太清楚。نعم. قلنا لا تترك أكثر من 40 يوم. 就是像清洁这个阴毛拔腋毛等等40天之内就应该做一次。نعم. يعني اتعهدها دائما. 而且我们在一生当中要持续的做。والله أعلم. الله 知之。